مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من حكايه نجاح. وحشتوني جدا طبعا من الاسبوع اللي فات، والنهارده محضرين لكم حلقه مختلفه جدا، الفقرات اللي فيها مختلفه، وان شاء الله اخر الحلقه هنفتح الخط للتليفونات. اي حد محتاج يتواصل مع حكايه نجاح، محتاج يتواصل معايا، يتفضل ويدخل معانا على الهوا، واحنا محتاجين ان احنا نسمعه اكتر ما هو اللي محتاج يتكلم. النهارده معايا صاحبتي، واحده صاحبتي فعلا، يمكن ما نعرفش بعض بشكل شخصي، ولكن احنا طول الوقت مع بعض على السوشيال ميديا، ودي حاجه غريبه ان احنا متكون بينا صداقه عن طريق شاشه. بس حقيقي انا الفتره اللي فاتت دي اكتشفت ان معظم الناس اللي انا عرفتهم عن طريق السوشيال ميديا هم بقوا اقرب ليا من الناس اللي انا اعرفهم في الحقيقه. معايا مصممه الازياء الجميله شكلا وموضوعا وشخصيتها احلى حقيقي كمان من شغلها بكتير، سمر خالد، مصممه الازياء الجميله. عامله ايه يا سمر؟ الحمد لله. انت حكايه نجاح من تراث خاص يا سمر، حبيبه قلبي، بجد حقيقي والله. يمكن حتى احنا مش هنعرف نحكي كل الحاجات، بس لان انا عارفاكي اكتر من الناس، فانا عارفه قد ايه انت تعبتي عشان توصلي للي انت فيه دلوقتي. ميرسي جدا، شكرا ليكي. انت اصلا ابتديتي ازاي؟ وراثه، جينات. انت عندك حد في العيله اصلا شغال؟ والدتي اصلا بتصنع فساتين الزفاف والسواري، ديزاينر. مولوده في وسط الطل والشغل والمقصات والحاجات دي، فالجو ده يعني مش غريب عليا، الجو ده انا نشات فيه. فجت من هنا بقى، يعني انا من صغري وبصمم لبسي كله، مش بلبس جاهز خالص. اللي انت لابساه ده انت اللي عاملاه؟ انا اللي عاملاه. بجد؟ حلو جدا. ما تخيلتش طبعا ان هو متفصل، يعني تخيلت ان هو جاهز. ميرسي. لا مش بلبس جاهز. انت اصلا جسمك مانيكان يا سمر، مش عايزين نقول يعني، بس انت جسمك اصلا متناسق جدا. ده من ذوقك حبيبتي، تسلمي يا رب. تمام، حلو جدا. تمام، انا بس يعني اول موديل تدخل تورينا اول ديزاين. اتفضلي الموديل العسل دي يا حبيبه احمد، حبيبه قلبي. جميله، حلو قوي. او هي برضو جسمها يعني مانيكاني، برضو بحقد عليكي، بس حلو قوي. ده سواري، ده مناسب كده مثلا لمين يعني؟ ده سواري طبعا هو مناسب لحد جسمه زي جسم حبيبه، لان الدرابيل اللي معمول على الصدر ده لو الصدر حجم الصدر كبير فهيبقى مشكله. هيبقى مشكله لو حد عنده. ممكن نحل المشكله ان احنا نخفف الكسر اللي فوق شويه، يعني بنتحايل على الموقف برضو، بحيث ان هي نلبسها اللي هي عايزاه. يعني انا لو نفسي فيه انت هتعرفي تظبطيه لي؟ طبعا طبعا طبعا. طيب لو حد برضو مليان من تحت دي ينفع؟ لو مليان من تحت شويه الفستان ده هيبين معاه الحجم اكتر. طب ده برضو ممكن نظبطه؟ ممكن نظبطه في ماتيريال تانية، الماتيريال دي لا، ممكن نظبطه في ماتيريال تانية زي الشيفون. الستان في خامه ستان النوع بتاعها بينزل بيهدل على الجسم كده، فمش بياخد شيء بالجسم. حلو جدا جدا. هو اصلا الموديل حلو، طويل من ورا اكتر. صح، هو قصير من قدام وجاي من اول الجناب ورا طويل. حلو قوي. ده ممكن مثلا اخت العريس تلبسه مثلا؟ ممكن اخت العريس، ممكن لو قرايه فاتحه في البيت مع يعني اصحابها، ممكن خطوبه عادي. ممكن. طب ده حلو جدا. هو قشر السمك اصلا لسه موضه؟ القماشه دي اسمها قشر سمك، صح؟ لسه موضه. لسه موضه ونزل منه قشر السمك قلاب، بيقلب الوان. شفته. تمام، ده موضه اكتر دلوقتي، بس هو ستيل لسه موجود. بس برضو لا لسه موجود، بس مش بينفع كمان القلاب بالذات مع برضو كل الاجسام، يعني لو حد تخين هيدي لمعه، فممكن يبين في الصور ان هي مليانه اكتر. تمام، فهمتك. طيب قولي لي كده، ده اول فستان ويدنج باسم سمر خالد. تمام. بس انت اوريدي كنتوا شغالين ومامتك كانت شغاله لمصانع او لاتيليهات. ده اول ديزاين باسم ده سمر. اول ديزاين اخترت اعمله بسيط وهادي، وعسل جدا، لان دلوقتي كمان اغلبيه البنات عايزين حاجه هاديه يعرفوا يتحركوا فيها. عايزين فعلا؟ جدا. ايه ده، يموت الديل الطويل ال 15 متر راحت؟ لا ما راحتش ولا حاجه، هي لسه موجوده. بس احنا ممكن نعمل اكستنشن وبتاخد بيه الطله بتاعتها، بتدخل القاعه. وبعد كده بتشيل اكستنشن وتكمل رقص وكده مع اصحابها. هي عايزاه، بتبقى براحتها. طب ده حلو ان البنات بدات تاخد بالها من الموضوع ده جدا، لان معظمنا احنا عملنا الازمه دي، ان احنا جبنا ديل طويل وفضلنا طول الفرح مش عارفين نتحرك. فده حلو. طيب ده برده مناسب لانهي جسم؟ ده ممكن لو حد مليان من منطقه الهانش، ممكن يغطي معاه المنطقه يبقى كويس قوي.
ده لو حد من تحت مليان تمام معاه. من فوق مش هتبقى، من فوق لا كده هيبين اكتر ان هي مليانه، يعني الفستان المنفوش من تحت مش عايز حد يكون مليان من فوق قوي. لو هي مليانه من فوق ممكن ننزل بشيب من تحت الجسم في طريقه معينه يعني ممكن نظبط بيها. طيب هو ده ينفع اصلا يتركب له اكستنشن؟ ينفع طبعا يتركب له اكستنشن، هو اوريدي له اكستنشن بس هو مخلص بس ما لحقناش نخلصه. مش هنفتن عليكي. لا انت طالعين الفستان ده بس معمول في قد ايه؟ قولي لهم كده عشان هم مش هيستوعبوا. معمول في 3 ايام. ما اعرفش ليه، هي عارفه انها جايه من زمان، عملته ليه في 3 ايام؟ انا ما اعرفش، بس ده انجاز. ده انجاز طبعا. طب التتريز اللي فيه ده ايه نظامه يعني؟ الاستراس ده هاند ميد، انا اللي موزعاه عشوائي. ده انت اللي عاملاه بايدك؟ اه. حلو جدا. الاكستنشن بقى بيتحط من نصه ولا من ورا ولا بيبقى عامل ازاي؟ هو عشان في شغل من قدام على الجيب، فالمفروض ان هو يتحط يعني من الجناب، من الجنب كده، بيتثبت من الجنب بطريقه معينه برضو عشان لما هي تشيله ما يبقاش ما يحصلش ازمه، وما يبانش ان احنا شلنا حاجه من الفستان اثرت على الموديل بتاعه. هو انت بيفرق معاكي يعني؟ انا لما بجيلك اصلا بالفستان وعايز اعمله اكستنشن، بيبقى احسن ان انا اعمله من الاول خالص، ابقى فاهمه من الاول ان انا هعمله اكستنشن، يعني ما اجيبهولكيش واقول لك بصي انا اهو واعملي لي عليه بقى؟ لا ممكن، هو ممكن نغير الموديل نعمل له اكستنشن عادي، بس هو الاحسن ان الموديل من الاول يبقى مفهوم عشان انت تبقي فاهمه ان انت لما يتقلع ما ياثرش، يبقى كانها لابسه فستانين. بالظبط كده. على فكره احنا كمان بقينا بندور على فكره التوفير، يعني معظمنا كان بيلبس فستان طله اولى وبعدين فستان طله تانية، وده بقى مع تكلفه الفرح. هو ده انا تقريبا بقيت بعمله في كل الفساتين، كمان السواريه، يعني ممكن اعمل فستان صك له اكستنشن بيتلبس بكذا طريقه، بيتلبس من ورا ومن الجنب، وبيتفك الحزام وبيتلبس جيبه كالوش، يعني بيتقلب الفستان خالص بيبقى جيبه كالوش خالص. ده الديزاين اختلف تماما تماما. طب ده حلو جدا. فهي بتقدر تلبسه كتلات او اربع فساتين، ممكن تحضر بيه كذا مناسبه. فكره حلوه دي، لان احنا بنلبس الفستان مناسبه وبنرميها. انا من الحاجات اللي مضايقاني جدا على فكره الموضوع لا هي مضايقه الناس كلها. صدقيني بجد انا اقعد اقول انا اجر احسن ما اعمل كده. تمام. طيب برضو انت هتقولي لي كده، ايه الموضه في فساتين الزفاف؟ فساتين الزفاف السنه دي معانا التول موجود، ظهر كمان الجمي. اوكي. بالنسبة للألوان، في لون جديد نازل السنة دي الوردي لفستان الزفاف. طيب هندخل الموديل ونكمل كلامنا. حبيبة العسل، حلو قوي. لا هو باين لما مشي وده استغربته يعني، وهي واقفة ما كانش باين قوي شياكته قد ما مشيت. استنى ما تخافيش مش هنبين حاجة. بس عايزة أوريهم ان هو عامل كده، ان هو مفتوح من هنا، فهي لو واحده مش محجبه بالنسبه لها الموضوع تمام ان هي تمشي بيه. بالظبط. حلو جدا، حلو قوي قوي قوي. ولونه مختلف، لونه جميل قوي في القماشه القطيفه، وده القطيفة. هيبدا يشتغل معانا في الخريف تاني. دي الوان خريفي. تمام. الماتيريال كمان خريفي، دي قطيفه زبده، فال الخامه بتاعتها هتبدا معانا من الخريف وبتكمل في الشتاء. طب واللون ده موضه جدا جدا الشتاء ده. انا عايزاكي تمشي وتوريهم وانتي ماشيه حبيبه. وريهم ان هو في حته قصيره وحته طويله، القصه مش طبيعيه. يا رب يا رب الكاميرا تكون جايباها وواضحه بجد حقيقي. الفرع برضو ده بتاع الاكسسوار فظيع. كل الشغل ده هاند ميد، انا اللي بعمله طبعا، بجيب الاكسسوارز ديت وانا اللي بوظفها بالطريقه اللي تليق مع الفستان. حلو قوي. ده مناسب لجسم مين برضو؟ ده ممكن لو مقاس اوسع شويه، يعني اكس لارج او حاجه، ممكن لو حد مليان من فوق شويه صغيرين ينفع معاه. فعلا. طبعا انا بتكلم بالنسبه لجسم حبيبه ان هي لابسه ملناش دعوه بحبيبه. ملناش دعوه. انت مش مقياس لينا على فكره. لو حد طبعا مليان من تحت مش هينفع معاه خالص الفستان، بس ممكن نعالجه. قولي لي ممكن يتعالج؟ لا ممكن يتعالج طبعا، احنا ما فيش حاجه مش بنعالجها، ممكن نعالجه طبعا. حلو قوي، تسلمي حبيبه. ايوه وهي ماشيه عايزاهم يشوفوا الموضوع عامل ازاي. هو جميل، هو حلاوته فعلا في الحركه وهي ماشيه، بيبان جدا الموديل بتاعه في الحركه اكتر. رائع. واعتقد يعني لو انا ممكن هجيبه هقصره شويه، يعني انا تمام. مثلا هقصره من قدام شويه عشان رجلي تبقى باينه يعني، فيبقى مد. ايوه هو بقى شكله كده في التصوير، هو شكله في كده. ده عايز تصوري بطريقه معينه. لما بنشتغل مع المحجبات
في موديلات بنداويها علشان تنفع مع الحجاب، يعني بنعدل فيها حاجات بسيطة، ممكن لو هو قصير اطول شوية، بس ده لو الموديل بتاع الفستان يسمح بكده. يسمح ما يسمحش بكده احنا بنضطر نختار موديل تاني. تقفيل بقى ولا بادي كارينا؟ لا لا كارينا ايه، خلاص بقى. لسه في يا جماعه بليز ما تلبسوش بجد بادي كارينا يعني. لا لا خلاص، اصل في حاجات الموضة كتير بتاعته احلى. خلصت خلاص من زمان. احنا اي فستان لو عايز يتقفل بنقفله بطول ستريتش وبنشتغل ده عليه، افضل ماتيريال اقفل بيها اي حاجه. ده افضل ماتيريال انا بحبه جدا. هو بيبقى ناعم جدا على الجسم، وكمان بياخد وضع الجسم، فهي لو مليانه او رفيعه هينفع معاها. تمام اوكي. وبنشتغل عليه من نفس الماتيريال بقى بتاعت الفستان نفسه، بنكمل الشغل عشان مش بيبان خالص ان هو اتقفل عشان محجبه او كده، بيبقى كأن الفستان معمول كده من الاول. مش بجيب لك الفستان بتروحي مقفله وخلاص، لا انت ممكن تاخدي من الشغل ايوه ايوه وتحطي اكيد فوق وبتاع، بحيث اكيد ان ده لازم. لو الموديل محتاج كده ده لازم لازم، عشان ما يبانش مثلا في الرقبه في الفول من هنا ان هنا فاضي كده وبقيه الفستان فيه شغل. انا بطلع على الفستان من فوق من نفس الماتيريال اللي انا اشتغلت تمام بيه. اوكي. ده محجبات، ينفع محجبات؟ ينفع محجبات وينفع غير محجبات. لو حد لانه غير اوريدي شفاف. محجبه ممكن الايدين شفافه ومن قدام هنا كمان، فممكن واسع. حلو قوي. كنت بتقولي لي ان في موضه الفساتين وردي، السنه لا دي دي جديده. نزل اللون الوردي جديد بعد الاوفايت على طول، لان البنات حبت تغير شويه الابيض فلبست اوفايت، وتقريبا هم زهقوا فقرروا ان هم يلبسوا وردي. زي الموضه بتاعت الفستان الاسود دي برضه مثلا زي الفستان الاسود، بس الوردي احلى على فكره، اللون الوردي هيبقى احلى. بصي انا فستان فرح ابيض، يعني اوف وايت ده بالنسبه لي مش عروسه، لا لان هي الالوان التانيه ممكن تلبسها في اي مناسبه، بالظبط. لكن الابيض، انما الابيض ده الابيض لا. بس. كمان هم دلوقتي بقوا بيلبسوا الابيض برضو في المناسبات عادي، يعني مثلا اخت العريس بتعمل ابيض او اوف وايت، اخت العروسه بتعمل ابيض او اوف وايت. مش فلو عرضنا صور فيه صوره الفستان ابيض كان كانه فستان عروسه بالظبط، ما دي حاجة وحضرت بيه سخيفة فرح. برضه. تلبسي شبهي مثلا ليه كده؟ طيب لا هي بتبقى فرحه، وعشان بيتصوروا مع اختهم وكده، ده حقيقي. فبالنسبه لهم بتبقى فرحه اخت جامده. العروسه. الفستان اللي احنا لسه شايفينه الزيتي ده برضو ممكن البسه، متهيألي لو صاحبتي، بنت خالي، بنت عمتي، يعني قرايب. ايوه ممكن يتلبس لاي مناسبه لحد قريب جدا منك، ممكن جدا. بس احس ان انا مثلا لو اخت العريس لا ما البسهوش، لا ممكن لو ما افضلوش. اخت العريس دلوقتي بقت بتأفور شويه، يعني ما بتصدق تبقى عروسه اخت بقى. العريس، فبتعمل موديل يبان، انما ده موديل هادي برضو سيمبل، يعني حتى اللي هو فيه حركه وكده بس هو برضو سيمبل يعني. تمام. انت مين بيساعدك؟ انت عندك شركه ولا عندك مصنع ولا عندك تيم ولا ولا اي حاجه، انا شغاله كل حاجه بايدي لوحدك؟ يعني لوحدي. مفيش حد بيساعدك؟ طنط عمر ابني. حبيبي عمر ده حبيبي، أيوة. هو عارف. ده بجد يعني انت مفيش حد خالص معاكي تيم؟ انت لا بتشتغلي كل حاجه انا انت ذاتي شغاله كل لوحدك؟ حاجه من الالف للياء زي ما بيقولوا لوحدي. احنا معانا الصور. على فكره انت في الكاجوال تحفه، ميرسي. ليه مش بتشتغلي بجد كاجوال؟ ده حلو قوي. والله انا بلاقي نفسي في السوري اكتر، انا بحب السوري جدا، يعني العشق بتاعي السوري، تحفه بشتغل الاسود فيه. ده جامد. ده الجيب بتاعه ده رائع. جوخ. جوخ الجيب بتاعه جوخ. الجوخ فعلا. فعلا كالونات، ومن فوق قطيفه نبيتي برضو. لا جديده جوخ دي برضو، لا كان اول جامد مره جامد اشوف. بصراحه. ده انت اللي اخترتي الماتيريال دي؟ انا وصاحبه الفستان، بس هي سالتني ايه الماتيريال اللي ينفع لموديل زي ده، فاحنا اخترنا الجوخ وتوكلنا على الله. طبعا لو حد قال لي هقوله لا طبعا، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده اه ومش عارفه بالظبط، ايه. خصوصا في السواري معروف ان هو بيبقى للبالطو والحاجات دي، بس بما ان المناسبه كانت في الشتاء فاحنا قلنا ندفيها. صح صدق صح. تصدقي انت صح. لا ده الله ده كان حلو دي قوي. اخت العروسه تحفه تحفه تحفه، كان تحفه فعلا. هو فيه كمان الاكستنشن المحطوط بيبقى فيه فتحه كده من الجنب، فهي ممكن تاخد صوره وممكن تخلع الاكستنشن خالص وتبقى الفستان سك. ده ينفع كتب كتاب؟ ينفع كتب كتاب مثلا، او ممكن تبقى العروسه برضو، يعني ممكن نظبط فيه شويه حاجات وينفع ويدنج. ممكن لا ما ينفعش ويدنج قوي، يعني هو انا ممكن البسه سيمبل قوي قوي قوي. يعني اللوك التاني.
انا ممكن اعملها مثلا او لوك تاني ويبقى لذيذ واقعد ارقص. حلو ممكن لو العروسه في الطله الاولى طلعت بفستان اللي هي كانت عايزاه وبتحلم بيه، ممكن بقى تهدي الدنيا شويه عشان تعرف بقى تتحرك براحتها وكده، فممكن تلبس حاجه خفيفه زي كده. حلو قوي عجبني، وده حلو ده جميل، ده بحسه للتخرج. ده التخرج كانت عامله لعيد ميلاد. حلو الابيض تاني بتغروني يعني مثلا جدا. بتغريني مثلا. حلو قوي. طب احنا معانا برضو حبيبه تاني. اتفضلي. اختلاف بقى. جامب سوت. ده جامب من ورا. من ورا من ورا. اتضيري بقى دقيقه بس عشان اتمنى يكون باين، اتمنى يكون باين. دقيقه واحده اهو. حلو قوي قوي الفكره بتاعت التطريز. ده حلو، ده جميل. ده ممكن برضو تشيل الاكستنشن ويبقى جامب سوت لوحده. ده ممكن يبقى يعني خروج عادي وممكن يبقى في مناسبه، يعني احط له ممكن لو خروج هيكون خروج بالليل وبرضو ممكن تحضر بيه عيد ميلاد او كده، انما خروج خروج ديت اعتقد لا. لا صدقيني ممكن فعلا لو حاجه بسيطه ممكن عيد ميلاد مناسبه مش عارفه ايه، ممكن لو مناسبه بسيطه او رايحه مناسبه بسيطه تلبسه. انت حضرتك كمان رفيعه على البتاع يعني على الجامب سوت، يعني ينفع الكلام ده؟ بس حلو جدا ده مناسب برضو الجسم. ايه ده ممكن يتنفذ لاي مقاس، بس برضو المنطقه الهانش مش هيبقى الاكستنشن ما يداريش اي حاجه. لا مش هيداري فعلا. خس عليك يا سمر، لان ممكن بقى نغير الموديل بتاع الجامب سوت من تحت البنطلون ونوسع البنطلون شويه. بحيث يعني ان هو يداري الحجم معانا. لا يعني يعني هو كده ده مناسب للجسم العادي، ممكن نعمله بشكل تاني نزله البنطلون بالظبط فتليق، بحيث ان هو يداري الدفوهات معانا من تحت، والاكستنشن كمان كده هيبقى ايه غطى كل من فوق طبعا اي مشاكل. خلاص انسى، خلصت. حلو ده، حلوه الفكره، حلو قوي. هسرق منك الفكره. حلو قوي قوي على فكره، تحفه، عاجبني قوي قوي. ميرسي. عايزه اقول لك يعني انا مثلا من الناس اللي بحلم اعمل فرح مره تانية وبحلم ان انا البس جامب سوت في الفرح، يعني يبقى فستان فرح جامب سوت، معرفش ازاي ممكن يتنفذ ازاي ولا ايه حكايته، بس هو حاسه. لا شوف احنا حكايته، انت بس فكري وحكايته دي علينا احنا. انت حبيبتي يا صابر. ايه الموضه في السواري؟ السواري بالنسبه للالوان الاحمر تمام، الاخضر، الاحمر، الاحمر لون الفلفل كده احمر احمر يعني. الاخضر، الاخضر اللي هو مايل للزيتي الغامق شويه. الازرق معانا لسه، البيبي بلو مكمل، والكشمير البنات بتموت فيه، مش بتبطل تلبس كشمير، مش بيقف، مش بيقف. ده من ساعه ما اخترعوه او اكتشفوه وهو بقى في الروجات وفي الميك اب. طب خلاص احنا في الاول عرفناه، هو طلع بدرجاته كمان يعني. لا حقيقي فعلا هو احتل الهدوم والميك اب وكل حاجه. طيب مين اللي بيحدد سعر الفستان؟ انا ولا انتي؟ الموديل نفسه، ولا انا ولا انتي، الموديل نفسه هو اللي بيحدد سعر الفستان. بنحسب الماتيريال والخامات اللي احنا هنستعملها. أوكي. وبنحسب التكلفه بتاعت الفستان هتطلع قد ايه. طيب لو انا ما معيش مثلا الفستان ده يتكلف 5 جنيه مثلا. لا انا مش معايا الا 2 جنيه، الوضع هيكون عامل ازاي؟ والله بعرض عليها ان احنا ممكن نقلل في الماتيريال شويه، بس برضو مش بالحد اللي ياثر على الموديل، عشان هو في الاخر الموديل لازم يطلع بشكله كويس. فانت ليكي رينج معين. ممكن نقلل في الماتيريال شويه، ممكن لو هو في شغل هاند ميد كتير ممكن نخفه شويه. تمام. وفي الاول وفي الاخر اهم حاجه هي تكون مبسوطه، فانا مش بيفرق معايا يعني، انا ممكن اقلل عادي اصلا في سعر الفستان. بس انت عايزه تطلعي الحاجه كويس بالظبط، المهم هي تلبس تبقى مبسوطه بالحاجه اللي لبستها وتحس ان هي فعلا لبست حاجه مختلفه مش اي حاجه. طيب القمشه الموضه ايه؟ القمشه الموضه للسواري مثلا. الستان مش بيبطل، مش بيبطل خالص. بعد دلوقتي نزل خامه سكوبا. سكوبا الخامه. أوكي. دي جامده جدا جدا لان هي بتظبط مع اي جسم مع الرفيعين ومع مع التخان الملايين. يعني فظيعه. طب حلو قوي، دول اكتر حاجتين دلوقتي موضه. طيب عايزه بس اوريكم واشكرك طبعا على الكادو الحلو قوي قوي ده. حلو جدا جدا، ده شغل بسنت حسن. تسلم ايدك، بقول لها ميرسي. حلو قوي، ده حكايه نجاح اسم البرنامج بتاعنا مع كريستينا جمال. حلو قوي قوي قوي، ميرسي طبعا جدا.
بصي يعني عم عزب متشكرين جدا رايح عشان يجيبه. تسلم ايدك، حلو قوي. تسلم. وفي بقى كمان هديه لبنوتي الجديده، ده تصنيعك وتنفيذك والديزاين بتاعك وكل حاجه. ميرسي جدا. دي حاجه بسيطه كده يعني، احنا مش شغالين اطفال قد كده، بس ايه انا حبيت افرحها. حلو قوي. والفكره كانت مجنونه كده شويه، جت في بالي فقمت نفذتها بمناسبه، فقلت اجرب فيها. يا حول الله يا رب. بمناسبه البنوته والمامي بقى، بيبقى وضع الفستان عامل ازاي؟ يعني بلاقي ان ماما بتلبس نفس الفستان بالظبط اللي البنت لابساه. تمام. بحسه مش مناسب قوي الحكايه دي. هي بتبقى حاجه كويسه لو الماتيريال مناسبه للبنوته، يعني ممكن تبقى بنوته صغيره قوي فالماتيريال اللي ماما مختاراها مش هتنفع معاها، هتبقى مؤذيه ليها او هتحرها. تمام. فاحنا ممكن نختار لها ماتيريال تاني. اوكي تمام. برضو ممكن الموديل ما يكونش مناسب، فبنغير حاجات بسيطه في الموديل بحيث ان احنا ناخد من روح الفستان بتاع ماما، يبقى هي والبنوته حاجه واحده. بس نورتيني يا سمر. ميرسي جدا. ومتضايقه ان الفقره خلصت بسرعه. ميرسي قوي 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 على الكادوهين الفظاع اللي انت جبتهم لي، بجد مبسوطه بيهم جدا بامانه. اقل حاجه ليكي حبيبتي، ما تحرمش منك. ان شاء الله هنكون مع بعض تاني باذن الله بكوليكشن جديد ان شاء الله. والمره الجايه كالعاده انا اللي هتمنى لها ان هي تبقى ليها مصنع، وربنا يقويها وتقدر تعمل ده، عشان انا عارفه هي عليها مسؤوليه قد ايه، وبتمنى لها ان هي تبقى براند كبير باذن الله. باذن الله يا سمر. ان شاء الله. مبسوطه ان انا كنت معاكم النهارده وان انا شفتك. طبعا ما تحرمش منك يا سمر. تسلمي. شكرا حبيبتي. استنونا ما تروحوش في اي حته، احنا شويه صغيرين وراجعين لكم بفقره حلوه قوي. ورجعنا لكم تاني مع فقره مختلفه قوي ومع ضيفه مختلفه جدا، عملت من ولا حاجه براند كده بتاعها وخاص بيها. معايا دينا محمد صاحبه جروب دودزي ويجز شوب. حلو قوي الاسم. ويجز شوب. ويجز شوب. يس. حلو قوي الاسم وحلو قوي الشغل يعني. خليل. طبعا عايزه اقول ان انا لابسه منك ويج النهارده فظيعه. ننوه انها مش شعر طبيعي. لا هي مش شعر طبيعي، هي شعر حراري تحفه. هي درجه اولى، لان يعني في انواع كتير من الشعر الحراري بس. تمام. دي درجه اولى. عايزه اوري لهم بس ده مش شعر طبيعي، ده مش هندي ومش ب 50,000 جنيه، ده حلو جدا جدا. دي نوع الباروكه اللي انا لابساها دي ايه بقى؟ دي تول، وزور تول. اوكي. بتتفرق في كل اتجاه، بترجع يعني لورا. عامله زي الشعر الطبيعي عادي، كانه شعرك يعني ما بتختلفش. يعني هما ممكن يقول لك بعد كده هي باينه ولا لا، مش باينه خالص. حلوه قوي اصلا. وبتبقى خفيفه على الراس، ما بتتعبش ما بتضايقش. عايزه اقول لك يعني قبل ما البس، فكنت اصلا حر والخنقه وبتاع، فانا لقيتها ان هي اساسا احلى من الاكستنشن. الاكستنشن تقيل قوي على الراس. ساعات الكليبسات بتاعت الاكستنشن بتضايق الشعر. لكن ده حلو جدا، ما فيهوش اي مشكله، كاني لابسه بندانه وهلبس طرح عليها او حاجه. بتتعاملي معاها عادي جدا وبتبقى خفيفه جدا على الراس، ما بتضايقش خالص الراس. دي افضل نوع كخامه حراري. دي افضل نوع شعر حراري، عشان في انواع ثانيه. كخامه وكتقفيل. في انواع ثانيه الناس كتير كانت بتجي لي تقول لي ان هي ناشفه قوي، ما بتتسرحش. في خامات عامله زي العرايس، وما كانوا فاكرينها دايما هي بلاستيك عامله زي العرايس، اللي هي لو بيبي ليز جه عليها ساحت. لا عادي، لا دي بتتكوي عادي وبتتغسل وبتتعمل استشوار اصلا. هي لا يمكن ان هي حقيقي مش طبيعي بامانه. يعني انا عشان اجيب ويج طبيعيه قد السمك ده وقد الطول ده، ده لا بمبلغ محترم. وقدره. رقم محترم يعني. فلا حلوه جدا، وطبعا سعرها كويس جدا. معانا كمان حاجات كتير. حاجات كتير هي، بس انا كنت عايزه اوضح ان اصلا البواريك ليها تلات انواع عشان تناسب كل الناس وكل الناس حسب الميزانيه بتاعتهم. في اللي هي العاديه خالص، اللي هي بيسموها طبع عاديه، اللي هي بفرق ثابت، الفرق بتاعها ما بيروحش ويجي. يعني زي اللي هي الاول واحده دي. دي طبيعيه، مش جذور لا تول ولا جلد. شكلها بيبان طبيعي جدا، بس يعني الفرق بتاعها اللي في النص ده ما تقدريش تروحي تجيبيه يمين وشمال. بس القصه ممكن اطلعها ورا شويه الى حد ما، او تلميها مثلا على جنب كده زي ما انت عايزه. مش زعلانه، جميله لطيفه جدا. والخامه بتاعتها طبعا زي اي نوع باروكه عادي، ناعمه جدا، بتتكاوي بتتغسل. دي العاديه. في منها اطوال كتير بقى، بتبتدي من اول الجرسون لغايه اخر الظهر. دي اقل نوع او كأقل نوع في التكلفه. حاجة. بس هي شكلها حلو جدا، محترم جدا. يعني احنا لو شعرين عملناه الدرجه دي. لا دي هو أطلع. يعني احلى حاجه في البواريك ان انت بتخليكي تعملي الالوان اللي صعب تعمليها في شعرك، لان الشعر عشان تجيبيه اللون ده هتجهديه جامد جدا وهيتعب جامد جدا.
لا هيتعب جدا. وفي الوان زي الرمادي والبي فعلا والنبيتي، في الوان كتير حلو بتبقى قوي. صعبة على الشعر ان انت تعمليها. فده اللي هو العادي، في منه بقصة زي دي، في ساعات بتبقى قصة اطول او اقصر، وفي من غير قصة خالص، لان يعني في ناس ما بتحبش القصة، ان اصلا هم يبقى في القصة ما بيحبوهاش. تمام اوكي. النوع اللي جنبيها ده اسمه جذور جلد، ده بقاله فترة يعني نازل قريب، تمام ده زي التول بالظبط، اوكي بيتفرق في اي اتجاه وبيرجع لورا، بس ليه قصه. التول يعني زي بتاعت حضرتك كده، ملهاش قصه. التول عموما مبقاش بقصه، انت ممكن تعملي قصه، اقصه، انا ممكن تقصيه، اقصه واظبط، يعني انا اخدها اقصها كده وبتاع تقصيها، واظبطها. تدرجيها، تعملي اللي انت عايزه فيها، ما فيش اي مشكله خالص. بس اللي هي الجذور الجلد بس بيبقى ليها قصه، برضو قصه طويله، قصه قصيره، وبرضو بتقدري ترجعيها ورا، ما بتبانش خالص ان انت لابسه دي ويك. اغلى شوية اغلى من شويه اللي من التانية جنبها. لانها بتتعامل معامله الجذور التل، هي اوكي اغلى حاجه فيهم خالص اللي هي بتبقى الجذور التل. تمام، اغلى حاجة دي اللي هي جذور التل، الجلد اللي اللي هي بتتفرج التل في اللي كل هي بتتفرق في اتجاهات، كل اتجاه. دي تل مش جلد. طب حلو جدا، احنا في انواع كتير والوان كتير. دي بقى الحاجات اللي على المانيكان دي ايه بس؟ دي دي زي جذور اللي انا تل، لابساها. زي اللي حضرتك لابساها كده، دي التل. بس ده اللون اللي هو الاسود في بلوند، بلوند فاتح حلو قوي، ويفي. حلوة جدا جدا جدا. يعني هو انا اغسلها ازاي؟ بس سؤال مهم اي بس باروكه يطرح. حراري بتغسليها بمنتهى البساطه، ان هي بتجيبي طبق عادي ميه دافيه ونقطه بلسم لو عندك اي نوع مش بلسم، شامبو؟ لا مش شامبو. وهو تمام يفضل يعني، انا لما جربت كتير في حكايه الغسيل، يفضل لو حاجات الاطفال يعني تبقى ما فيهاش سلفات والحاجات دي، فتبقى خفيفه اوكي عليها. تمام بتحطيها، بتتغسل بطريقه الطبطبه، يعني تطبطبي عليها كده، مش تمسكيها تروح غسلها جامد، وتسيبيها شويه في الميه تشطفيها. بعد كده بتحطيها في حاجه قطن، مثلا تيشرت قطن عندك، فوطه. مش في الهوا؟ لا هو ايه، لا اخس عليكي لا الكلام ده. ده انا في الهوا وبسيبك لا في البلكونه كمان. لا 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 شكرا. هي شويه بس ان هي في القطن يشرب الميه بتاعتها وما يبص للشعرايه. بعد كده ما بتنشف بترجع زي ما كانت عادي جدا، سواء كانت ويفي كيرلي عادي، بتيجي زي بترجع زي ما انا هي، اعملها سشوار، اعملها بيبيليس، تمام كل حاجه. مفيش مشكله. الحاجه الوحيده بس ما اعملهاش ان مش لا ما هتتزبط. بتتسبخش، لا ما فهي بتتسبخش، مش مستاهله، يعني هي هي اصلا انت مش اصلا غاليه تاخديها لونها جاهز اصلا، بالظبط، انت مش يعني محتاجه عشان فيها صبغه. اعمل إيه ده ايه. ده الحصان بتوكا كلابس. ده حلوه، بتلمي شعرك كله ده الحصان، وتروحي باخد حاطه بس الكليبس كده، كده بس كده، انا مش محتاجه بقى كوافير ولا محتاجه مفيش اي اي حاجه. حاجه. لا هي كليبس كده، في منه اطول بقى، قصير، طويل، ليس، بيبقى فيه ويفي اكتر اوكي ويفي اقل، بس دي سا. وفي منه برباط بس هو مش معايا دلوقتي. بس ده اسهل اشيك واحلى. والرباط نفس الحكايه برضو، بتعملي ديل حصان، وهو ليه مشبك كده بيتحط في حلو الديل قوي. حصان. اهو يا ولاد، اهو يا ولاد. لا هو فعلا من الحاجات، في ناس ما بتحبش البواريك، يعني ما بتحبش انها تلبس باروكه، فعايزين بمعنى حاجات بسيطه، مثلا حاجه او تغير، الباروكه برضو مش هينفع تتلم، متهيألي دي الحصان بتلموا كل بجد حاجه. متبقاش باينه فعلا. حلوه المعلومه دي، كله بتلم، كله بيتعمل عجبتني. عادي. ده دي برضو ديل حصان اللي بعده، ديل حصان بس قصير حلو قوي. بتوكا برضو مشبك. حاسه الماتيريال دي احلى ولا هو فرق هما اللون؟ نفس اللون ونفس، هي نفس الخامة بس هي فرق الطول بس اللون واللون يدي بس. لمعه. حاسه ده طبيعي اكتر، او ده بني غامق، ده بني بيسموه فاتح. فاتح. في انواع تانية من البواريك غير الطويل في اللي اكتشفت. هي دي، اوكي ثانية واحدة، تمام انا معاكي. دي جديدة لسه نازلة، الله اللي هي كيرلي ويفي، حلوه. بتبقى قصيرة ونازلة على طويل. ده لون جديد لسه نازل، اللي هو الرمادي جراي غامق في فاتح. الاول كان بينزل اسود والاطراف جراي، لا دلوقتي ده الموضة جراي. ده كاملة، باروكة كاملة دي، باروكة كاملة. دي جذور جلد برضو، بتتفرق بقى في اي اتجاه، يعني دي الفرق ده. برضو ممكن تجيبيها كده، تجيبيها كده وباينة. طبعا استنى استنى، الجدر ايوه، زي جذر، باين. زي يعني شعر كأنه طبيعي خالص، ما بيبانش خالص. ده دي حلوة قوي، دي شيك قوي 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 على فكرة، بجد حقيقي. وموضة يعني، وصعب نعمل اللون. لا هو اللون ده مستحيل نعمل بيبقى اللون. صعب. دي برضو من الجذور الجلد بس كانت نازله طويله، دي طولها اكتر من متر. برضو بتتفرق من فوق، الجدر برضو بتاعها بيبان طبيعي جدا اهو. انا عاجبني اصلا، انت مش فاهمين، هي بتقعد تعمل تسريح او انا تسريحات بعمل يعني. للمواريك لقيتها وهي انا. بتحط الحاجه عماله بترفع القصه بنت تقول لا ايوه متنزله ايه ده. انا بحب ان انا يعني اوري الناس ان الباروكه انت مش بتاخديها هي تلبسيها اسطمبه كده، لا انت ممكن تعملي معاها عادي جدا، تعملي فيها اي فورمه، تقصيها،
تعملها اسره ملهاش قصه، تعملي فيها اللي انت عايزاه. دي مش شعر طبيعي، انا مستغربه الماتيريال. ما هي مش شعر طبيعي اه، بس يعني بتتعمل فيها كل حاجه. حلوة موت بص جدا. يعني على قد ما انت تحافظي عليها على قد ما هي هتعيش معاكي. تمام. احنا قلنا في كمان قصه. اه بصي القصص ثلاث انواع من القصص. يا رب اكون جايباهم. دي اول واحده، دي العاديه خالص اللي هي الفرنشه. دي الدبابيس العاديه زي وتروح ملبوسه في الراس كده فرنشه. بس في ناس بتحب الفرنشه وليها جناب كده تبقى نازله. اه اصلا القصه دي كانت طالعه موضه. هي دي اللي هي الفرنشه دي اسهل حاجه، في ناس كتير بتحبها مثلا تبقى باينه. اوكي تمام. ايه تاني يا رب بس تكون اهي دي. دي قصه. اه دي قصه بيسموها اماميه او ناس عارفينها كتير على اللي بيشتروا الحاجات الاونلاين، ان هي قصه بيسموها جذور، بس هي مش جذور، هي مش تل ومش حاجه، هي قصه اماميه. دي اللي هي للناس اللي هم عندهم شعرهم خفيف من قدام او فراغات من قدام. دي بتتلبس اهي، بيتقلك كليبسات بتبقى كده بتغطي الجوانب بتاعه الشعر وورا، وبتبقى قدام عامله كده فبتديكي تقل من قدام لو الشعر عندك فاضي. لو صلع مثلا او كده، لو صلع وفي شعر ممكن تحطي فيه الكليبسات تستخدمها، لكن ما فيش خالص لا انصحها بتبقى بويج حتى لو عاديه قصيره، بس علشان ما تتعبش الشعرايه اكتر. تمام اوكي. انا المفروض اغسل الباروكه كل قد ايه؟ حسب استخدامك. لو انت بتستخدميها كل يوم، يعني واحده بتخرج بيها كل يوم، فيستحسن ان هي مثلا تتغسل كل اسبوع او كل 15 يوم. ياه فعلا انا الناس قاعده تقول لي 3 شهور. لا لو انت مش بتستخدميها مثلا في مناسبات وبتاع يبقى لا مده، يعني حسب ما انت توصلي ان انت حسيتي ان هي لازم تتغسل بقى. او انا لقيتها خلاص زي الشعر، هي زي الشعر يعني هتلقط تراب وهتعمل. اكيد طبعا لازم هتلقط تراب وهتلقط حاجات كتير يعني. تمام. فتتعاملي معاها عادي جدا. اوكي انا عايزه اقول لكم بس برضو ان هي عماله تحط الحاجه في حاجه مشبك ومحافظه عليها. أيوة. لا هي لازم يعني هي ما بتجيلك اصلا الباروكه. انا ما بعملش كده. لا ما هو ده اللي بيبوظها. ده اللي بيبوظها. لا هي المفروض ان انت بعد ما مثلا يوم خلص وخلصتي مثلا مناسبه عندك سواء كان اكستنشن قصه باروكه اي حاجه المفروض بتسرحيها، وطبعا ممكن تهيش شويه مع الهواء لو انت مثلا بيها عادي لانه زي الطبيعي. عادي جدا. ما هو ده اللي بيديها الطبيعه. فانا بسرحها بفرشه. فرشه هي سنونها واسعه زي دي كده. هي ليها فرشه معينه؟ هي فرشه اللي هي بيسموها فكه شابوك اللي هي زي دي كده. مش المشط بتاعنا يعني؟ لا مش مشط، ما تسرحش مشط خالص. المشط يعني هي في عموما فيها لما تيجي تسرح عشان البونيه بتاعها، فهتلاقي المشط شبك في البونيه والشعر فهيجدلها لك، لكن الفرشه بتبقى احسن في التسريح بتاعها. تمام. فهي تتسرح عادي جدا. انا ممكن لما اجي اشتري منك اطلب الفرشه؟ طبعا ده بجد حقيقي. عادي. ناس كتير لو هم مش لاقيينها او مش عارفين تجيب منين او مش هعرف بالظبط الماتيريال بتاعتها او كده. في طريقه معينه للتسريح برضو؟ بصي انا كل حاجه بعملها غلط. بصي هقول لك على حاجه. لا هتديني درس يعني مثلا احافظ على حاجه. الباروكه هي شويه لو هي باينه هتلاقيها شويه هايشه، يعني لما لو هي مكعبله قوي معاكي اول حاجه بنعملها بتجيبي بخاخ فيه ميه عاديه او تبلي ايدك ميه وتمشي عليها، وما تيجي تسرحي الباروكه طويله او قصيره اي حاجه بتبتدي من تحت كده لفوق، ما تهبديهاش من فوق لتحت هتلاقيها اتقطعت معاكي. لازم بالراحه تسلكيها من تحت كده لفوق شويه لفوق خالص. تمام. تسرح معاكي عادي جدا. اوكي. فدي طريقه التسريح بتاعتها. وبعدين لما تيجي تتلم لو حد مش عارف يلمها بالذات الطويله، هي لازم بتتشال في الكيس الشبك بتاعها اللي بيجي فيها وتشيلها في العلبه بتاعتها. اشيلها ازاي يعني؟ قولي لي كده الفها ازاي. بصي هي فيها طريقه، يا اما تلفيها كده بالراحه كده وتروحي محطاها جواها من قلبها كده. ايه ده؟ ايه انت عارفه انا بعمل يعني حاول اتخيل يعني دب دب وكده كده واروح ربطاها ورماها في اي حته. وممكن لو انت لو هي مثلا سلكتها تلبسها تعملها طفيره وتشيلها وهي متضفره احسن. احسن ما هتبقى ملمومه مش هيحصل لها حاجه يعني، ولا هيجيها تراب ولا هتقطع ولا لما تترمي كده يحصل فيها حاجه ولا اي حاجه. فهي تتلم كده وفي الشبك بتاعها وفي العلبه وتشيليها في الدولاب، تشيليها في درج بحيث ان انت تقدري تحافظي عليها زي ما انت عايزه تعيش معاكي بقى ساعتها. تمام. لو انا اشتريتها و انا افردها يعني بتتفرد ولا لا بتفضل بقى ثابته على؟ لا لا عادي عادي بالمكوى عادي، بس على درجه حراره. في ناس دايما تسالني درجه الحراره كام. هي بتستحمل درجه حراره المفروض 200،
بس 200 بس 200 دي يكون ايدك سريعه عليها لانها ممكن تتلسع منك. لكن ابسط حاجه بقول لهم يعني خلوها على حاجه هاديه قوي، ممكن 170 190 بالكتير. ده كده كويس عشان ما تتهلكش. ما تتهلكش، وانت غصب عن الواحد ما يعرفش نوع المكوى اللي عند الناس، يعني ممكن تكون حاجه كويسه حاجه مش كويسه فممكن تبوظها لك. فانت بالراحه عليها. الويفي سهل جدا انت تعملي ليس، والكيرلي ممكن تعملي ليس عادي جدا. تمام. ممكن الحاجات التانية برضو تعمليها ويفي، يعني لو هي ليس كده ممكن تعمليها ويفي. طب حلو قوي. بالمكنه بتاعت الويفي او المكوى العاديه لو ايدك تعرف تعملها. حلو قوي، شرفتيني. ميرسي، ربنا يخليك، انا شرفت ليا بجد. ان شاء الله المره الجايه تكوني براند كبير وتكوني انت اللي بتصنعي باذن الله بجد. ومبسوطه بامانه بجد ان انت كنتي معايا النهارده. انا مبسوطه اكتر ان كنت مع حضرتك. ربنا يخليكي. قبل بس ما اختم، في مكالمه معانا بقالها نص ساعه على الهوا، عايزه استقبلها دلوقتي ونعرف بس هي محتاجه تقول لنا ايه. معايا مين؟ داليا من اسكندريه. الو الو، عامله ايه؟ الو ايه، الحمد لله تمام. احنا لطعناكي كتير على الهواء. مش منك وقت كتير، معلش هعرض عليكي مشكله بس. اتفضلي اتفضلي. انا اتجوزت. اوكي تمام. دكتور من غير ذكر اسامي. تمام. بس طلعت بعد كده ان انا ما اتجوزتش، جاب لي مأذون واتفق معاه وكده، وبعد كده ما فيش اي اسامي رسميه. انا عارفه ان الموضوع خارج الحلقه. استني. يعني ايه؟ يعني هو جاب مأذون واتجوزته وما طلعش فيه؟ احكي لي بالراحه. بصي، اتفق مع المأذون ده ان هو ما يسجلش الاسايم رسميه، تمام؟ والمأذون ده بعد جوازي ب 10 ايام اتوفى. رحت عشان اسال على الاسايم بتاعتي، ما لقيتش اي حاجه باسمي، ما فيش اي حاجه. وعنده نفوس كتير ومش عارفه اخد منه ولا اي بالراحه ولا بطل. المأذون ده هو يعني هو سمعته كده مثلا، يعني هو بيعمل كده طول الوقت، ولا هو اصلا ما كانش مأذون، ولا هي الحكايه عامله ازاي؟ لا هو اصلا مأذون، بس بعد ما انا سألت عليه طلعت عرفت ان هو مأذون، بيعمل كده كتير مقابل اي حاجه للفلوس، يعني بيعمل اي حاجه مقابل الفلوس. انت عملتي فرح يا داليا؟ عملت فرح ومعايا صور ومعايا كل حاجه. يعني كان في ناس حضرت؟ في ناس نعم. حضرت يعني اهلك واهله وجيران؟ في كل حاجه، في كل حاجه. عملت فرح عائلي وفي ناس كتير حضرت. طب معلش، انت بعد 10 ايام يعني ايه اللي خلاها تيجي في دماغك انك تروحي تدوري على قسيمه؟ يعني اعتقد ان انا لحد دلوقتي معيش حاجه تثبت جوازي مثلا. انا كنت في معاش والدي متوفي. فكنت عايزه اطلع منه، طبيعي ان انا لما اتجوز بقدم قسيمه واطلع من المعاش. لقيت ما فيش قسايم اصلا. طيب هو الراجل اتجوزك قدام الناس، طب ايه المشكله ان احنا نروح نقعد ونقول كلها. نكتب بقى رسمي، الراجل المأذون طلع اي كلام، نكتب رسمي، ايه المشكله؟ لا ما رضاش، قال انا داخل مجلس نواب وعندي مشاكل، ممكن اكتب عرسي عند محامي. سالت محامي قال لي تمام اوكي نكتب. فانا كتبت عرسي. من ساعه بقى ما كتبت العرفي ده وانا اتجوزت عرفي، ما لقيتش اي حقوق عندي. ايه ده؟ والله زي ما بقول لك، يعني هو خلاص انت كده بقيتي واحده مش تمام وهو متجوزك عرفي. مش عارفه اقول لك ايه، مش عارفه اقول لك اي حاجه. بشكرك ومش عارفه اقول لك ايه حقيقي. يعني انت لو ما كنتش عايز تتجوز رسمي يعني كنت ممكن تقول لها معلش والله انا ظروفي ما تسمحش، انا دنيتي مش سامحه اي حاجه، والله انا ظروفي كده، فانا راجل بتجوز عرفي بقى. هي ضربتك، مشيتك، كرشتك، وافقت، هي حره. لكن اجيب مأذون وادخل البيت من بابه وادخل واقعد وامن الناس اللي استأمنوني على بنتهم وكل ده، وفي الاخر ده فيلم عربي؟ يعني ده فيلم عربي؟ طب ليه كده؟ يعني الموضوع ما كانش مستاهل ان انت تعمل كل ده، كنت ممكن تقول والله انا ظروفي ما تسمحش. مش عارفه اقول لك حاجه يا داليا، انا معاكي وفي اي حاجه طبعا كلمينا. وقبل ما اختم بس عايزه اشكر الميك اب ارتست شيماء عزت وفاطمه عزت. شوفونا الحلقه الجايه، كانت معاكم كريستينا جمال في حكايه نجاح.